هل يجوز النوم في المسجد وما الحكم في ذلك؟ معروف أن بيوت الله جعلت للعبادة ومزاولة أعمال الخير التي لا تخل بحرمتها ولا تؤذي من يتعبد فيها، ومعروف أيضا أن الملائكة تحب التردد على المساجد بما فيها من ذكر لله وقراءة القرآن ومدارسته كما ثبت في الحديث، وأنها تحب الرائحة الطيبة وتنفر من الرائحة الكريهة. ومعروف أن الحديث نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يؤذي من في المسجد برائحته. ومن المعروف أن النائم في المسجد قد يخرج منه ما يؤذي ويضايق، وقد تبدو منه في نومه بعض مواضع يستحيا من كشفها، أو أصوات شخير وغير ذلك مما فيه إيذاء. ومن هنا تحدث العلماء عن حكم النوم في المسجد من واقع ما ورد من الآثار في ذلك. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فما صح أن عمر وعثمان كانا يستلقيان أحيانا بالمسجد النبوي. وروى البخاري وغيره أن ابن عمر كان ينام في المسجد النبوي وهو أعزب، ومعه بعض الشبان ينامون ليلا ويقيمون وقت الظهيرة. كما أخرج البخاري أن عليا غاضب فاطمة فذهب إلى المسجد ونام فيه وسقط رداؤه عنه وأصابه تراب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول: قم أبا تراب. فكان في المسجد النبوي صفة، أي مكان مظلل يأوي إليه المساكين وينزل فيه ضيوف الرسول صلى الله عليه وسلم. وصح في البخاري ومسلم أنه ضرب قبة أي خيمة في المسجد على سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق، وذلك ليمرض فيها، وأنه جعل خيمة في المسجد للمرأة السوداء التي ترفع القمامة منه، ولما أسر ثمامة وهو مشرف ربط مدة بسارية في المسجد النبوي. وبناء على هذا قال العلماء: إذا كانت هناك حاجة إلى المبيت بالمسجد فلا حرج، ومن ذلك المعتكف، وكذلك ما لا يستدام كبيتوتة الضيف الذي لا أهل له، والمريض والمسافر والفقير الذي لا بيت له، ومن يشرف على المسجد من نظافة وخدمة وأذان وإمامة إذا لم تكن لهم بيوت خاصة. وعلى هذا الحكم جمهور العلماء، وإن كان ابن مسعود كره النوم في المسجد مطلقا. وسئل ابن عباس عن المبيت للمسجد فقال: إن كان لحاجة كالغريب الذي لا أهل له أو الفقير الذي لا بيت له، إذا كان يبيت بمقدار الحاجة ثم ينتقل فلا بأس، وأما من اتخذه مبيتا ومقيلا فينهى عن ذلك. والإمام مالك أباح النوم في المسجد لمن ليس له مسكن، أما من له مسكن فيكره نومه في المسجد. فالخلاصة أن النوم في المسجد ليس بحرام، ولكنه مكروه لغير حاجة، فإن كانت هناك حاجة سواء أكانت دائمة أو مؤقتة فلا كراهة، والله أعلم. سائل يسأل: في قريتنا مجموعة من الشباب يصلون والحمد لله، ولكن يجتمعون لتناول الطعام ثم يعقبه شرب شاي وبعضهم يدخن السجائر، هل يصح هذا الفعل في المسجد؟
تناول الطعام في المسجد لا مانع منه ما لم يكن هناك تلويث له أو انبعاث رائحة كريهة بسببه، والذين يعتكفون في المساجد يتناولون طعامهم فيها، ويقدم الإفطار للصائمين في كثير من المساجد دون نكير ولا اعتراض. جاء في فتاوى الإمام النووي أن الأكل في المساجد جائز ولا يمنع منه، لكن ينبغي أن يبسط الآكل شيئا ويصون المسجد ويحترز من سقوط الفتات والفاكهة وغيرها في المسجد، وذلك فيما ليس له رائحة كريهة كالثوم والبصل وإلا كره. والتدخين في حد ذاته يتلخص حكمه في أنه حرام إن حصل منه ضرر كبير على الصحة والمال وإلا كان مكروها، والأولى صرف ثمنه في مصارف الخير. ولما كان التدخين يؤذي غير المدخن برائحته والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، كان التدخين في المسجد بالذات مكروها بل أشد كراهة. الثوم والبصل اللذين جاء النهي عن دخول من يأكلهما المسجد حتى لو حرم من ثواب صلاة الجماعة، كما رواه البخاري ومسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من يأكلهما ويأمر بنفيه إلى البقيع، وهو المقبرة التي يقبر فيها الأموات، كما رواه مسلم وغيره. فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، والمسجد ينبغي أن يصان عن كل خبيث، كما ينبغي أن نحرص على حضور الملائكة، وهم ملائكة الرحمة، ففي ذلك خير كثير، والله أعلم. رجل يقول: أصطحب أبناء الصغار معي إلى المسجد لأعودهم على الصلاة، ولكن بحكم سنهم الصغير قد يصدر منهم بعض التشويش مما يجعل بعض الناس يعترضون على ذلك، فماذا أفعل؟ نحن مأمورون بأن نعود أولادنا منذ الصغر على الصلاة والصيام وسائر أعمال الخير، حتى إذا بلغوا حد التكليف كانت ممارستها سهلة عليهم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وثبت أن الصحابة عندما فرض الصيام كانوا يصومون أطفالهم ويحضرون لهم كرات الصوف ليتسلوا بها حتى يحين وقت الإفطار، كما رواه البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ. وكما يندب تدريب الأولاد على الصلاة والطاعات في المنازل، يندب تدريبهم على الأعمال الجماعية لتقوية روح الاجتماع في نفوسهم، ومن ذلك شهودهم لصلاة الجمع والجماعات في المساجد. وتحدث الفقهاء عن ترتيب صفوف الجماعة فقالوا: يكون الرجال في الصفوف الأولى، ثم يليهم الصبيان، ثم يليهم النساء. ومع ذلك جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة، رواه ابن ماجه عن واثلة ابن الأسفع. وإذا كان في الحديث ضعف فإن هناك مرويات قوية بخصوص ما جاء فيه، ويمكن قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي منها المحافظة على نظافة المساجد وتوفير الجو الهادئ الذي يليق بمكانتها
ويساعد المتعبدين على أداء عبادتهم في خشوع، ومن أجل هذا نهى الحديث عن الأمور المذكورة فيه. وقد جاء فيه تجنيب الصبيان والمجانين للمساجد، لأن الغالب منهم صدور أعمال تتنافى مع كرامة المسجد وتؤذي المتعبدين. وحتى لا يكون هناك تعارض بين صلاة الصبيان في المساجد وبين الأمر بإبعادهم عنها، قال العلماء إن التجنيب يكون للأطفال غير المميزين الذين يكثر منهم العبث، أما المميزون العقلاء فلا بأس باصطحابهم إلى المساجد ومشاركتهم للكبار في الصلاة والعبادة وأعمال الخير، مع متابعة تنبيههم على المحافظة على آداب المساجد والآداب الاجتماعية بوجه عام. وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن معه إلى المسجد، فكان يركب على ظهره وهو ساجد في الصلاة فيطيل السجود رحمة به، كما جاء في روايات لأحمد والنسائي والحاكم. وحمل العلماء ذلك على ضمان ألا يكون في دخولهم للمسجد تشويش وعبث، أما ترك الأطفال يعبثون بدون رقابة فهو الممنوع. وكذلك لم يكن اصطحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال اعتياديا ومستمرا، بل كان على فلتات أو في بعض الأحيان. ومن الخير أن أسوق هنا فقه المذاهب الأربعة. فالحنفية قالوا إذا غلب على الظن أنهم ينجسون المسجد يكره تحريما إدخالهم، وإلا يكره تنزيها. والمالكية قالوا يجوز إدخال الصبي المسجد إذا كان لا يعبث أو يكف عن العبث إذا نهي عنه، وإلا حرم إدخاله، كما يحرم إدخاله وإدخال المجانين إذا كان يؤدي إلى تنجيس المسجد. والشافعية قالوا يجوز إدخال الصبي الذي لا يميز والمجانين المسجد إن أمن تلويثه وإلحاق ضرر بمن فيه، وأما الصبي المميز فيجوز إدخاله فيه إن لم يتخذه ملعبا وإلا حرم. والحنابلة قالوا يكره دخول الصبي غير المميز المسجد لغير حاجة، فإن كان لحاجة كتعليم الكتابة فلا يكره، ويكره إدخال المجانين فيه أيضا، والله أعلم. بعض المساجد تستعمل مكبرات الصوت في الأذان وهذا شيء حسن، ولكن بعضها الآخر تستخدمها في كل صلاة سواء أكانت جهرية أو غير جهرية، مما يسبب إزعاجا للسكان المجاورين للمسجد، فما رأي الدين في ذلك؟ مكبرات الصوت في المساجد من أجل الأذان مشروعة ليعلم أكبر عدد ممكن من الناس دخول وقت الصلاة، وليحافظوا على صلاة الجماعة في المسجد، ولما هو معروف من فضل الأذان في الإعلان عن إسلام أهل البلد ومغفرة ذنوب المؤذن بمقدار بلوغ صوته وشهادة من يستمع إليه. أما استعمالها في الصلوات السرية أو الجهرية، فإن كان عدد المصلين كبيرا يحتاج المأمومون فيه إلى معرفة ما يقوله الإمام ويفعله فلا حرج فيه إذا اقتصر على المصلين، وكان بقدر من الارتفاع في الصوت لا يضر غيرهم، وبخاصة إذا تقاربت المساجد وتعددت مكبرات الصوت التي تحصل منها البلبلة عند المأمومين في هذه المساجد، إلى جانب أنه قد يكون بجوار المسجد أو قريبا منه
من هم في حاجة إلى الراحة كالمرضى وذوي الأعذار الأخرى، وارتفاع صوت المكبرات يضرهم، فالأولى انخفاضه وتناسبه مع المصلين، لأن الإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. مع الإشارة إلى أن الإمام النووي ذكر في الفتاوى عن رفع الصوت بالقرآن في المسجد وبخاصة قبل صلاة الجمعة، ذكر أنه إذا كان المنتفعون بسماع القرآن أكثر من غيرهم ممن يتعبدون كان الرفع مشروعا، فالحكم مرهون بالنتيجة كما هو مرهون بالنية في رفع الصوت، والأعمال بالنيات كما في الحديث، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، هل رفع الأصوات في المساجد من العلامات الصغرى للقيامة؟ جاء النهي عن رفع الأصوات في المساجد بغير ذكر الله والعبادة، مثل مشدان الضالة والبيع والشراء. وجاء في مشارق الأنوار حديث نقله عن المعارف للشعراني، رواه الترمذي عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فعلت أمتي 15 حل بها البلاء، ومنها ارتفاع الأصوات في المساجد. وذكر الكتاب بقية العلامات الصغرى للقيامة، وقال عن رفع الأصوات في المساجد إنه من علامات الساعة حتى لو كان بالعلم، لقول الإمام مالك: ما للعلم رفع الصوت، والمراد ما يكون فيه تشويش على المتعبدين أو كان للرياء والفخر. روى أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي ينادي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن الحنفية قال: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تهويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين، وإلا فلا يكره، بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكر وطرد النوم عنه وتنشيط للطاعة. أما رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل فإنه يكره تحريما، وإن كان بما يحل فإن ترتب عليه تهويش على المصلي أو نحو ذلك كره، وإلا فلا كراهة. ومحل عدم الكراهة إذا دخل المسجد للعبادة، أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقا. والشافعية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن هوش على مصل أو مدرس أو قارئ أو مطالع أو نائم لا يسن إيقاظه، وإلا فلا كراهة. أما رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوها فإنه يحرم مطلقا، وإن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش ونحو. والمالكية قالوا: يكره رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر والعلم، واستثنوا من ذلك أمورا أربعة: الأول ما إذا احتاج المدرس إليه بإسماع المتعلمين فلا يكره، الثاني ما إذا أدى الرفع إلى التهويش على مصل فيحرم، الثالث رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة أو منى فلا يكره، الرابع رفع صوت المرابط بالتكبير ونحوه فلا يكره،
فالمراد بالمرابط من يكون في الجهاد للحراسة وغيرها. والحنابلة قالوا رفع الصوت بالذكر في المسجد مباح إلا إذا ترتب عليه تهويش على المصلين وإلا كره. أما رفع الصوت في المسجد بغير الذكر فإن كان بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه تهويش فيكره، وإن كان بما لا يباح فهو مكروه مطلقا. هذا ما جاء في كتاب فقه المذاهب الأربعة. والخلاصة أن رفع الصوت في المسجد بالذكر والقراءة والعلم لا مانع منه إلا إذا شوش على المتعبدين أو غيرهم فيكون مكروها، أما رفعه بغير ذلك كالكلام العادي فهو مكروه، والله أعلم. هل يجوز اجتماع الناس في المسجد لعقد قران مع العلم أن بعض الناس يفضلون المساجد التي بها أضرحة من باب البركة؟ روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال الترمذي حديث حسن، وضعفه البيهقي. عقد النكاح بالمسجد مظهر من مظاهر إعلانه، وكذلك ضرب الدف عليه، وذلك أمر مشروع، وأقل درجاته أنه مباح وقيل سنة، وكل هذا إذا لم يترتب على عقده بالمسجد أمر محظور كإخلاله بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين أو حضور إنسان جنب أو امرأة حائض أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الإنسان أو كشف ما يجب ستره أو غناء مثير أو غير ذلك. وتستوي كل المساجد في هذا الحكم، لا فضل لأحدها على الآخر، ولا شأن لمن دفن فيها أو قريبا منها في مباركة هذا العقد. فالأمر يدور على الإشهار والإعلان في الأماكن التي يكثر فيها اجتماع الناس، وكانت المساجد إذاك هي أحسن فرصة لذلك، والله أعلم. وهذا رجل يقول أحب التردد على المساجد والمكوث فيها بعض الوقت استشعارا للروحانية المفقودة في هذا العصر، ويتهمون البعض بأن هذا يتنافى مع وجوب العمل والسعي لكسب العيش، فماذا أفعل؟ وردت نصوص في فضل التردد على بيوت الله، كقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكقوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بحب المساجد، رواه البخاري ومسلم. وإخباره عن الذين يخرجون من بيوتهم لصلاة الجماعة في المسجد أن بكل خطوة حسنة، وأنهم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسهم في المسجد منتظرين الجماعة، كما رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كما رواه مسلم. وكما قال أيضا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، رواه البخاري ومسلم. والغرض من هذه النصوص أولا المحافظة على الصلوات، وثانيا أداؤها في جماعة لتقوية الرابطة الاجتماعية، وثالثا تعمير المساجد وعدم هجرها، ورابعا البعد عن أماكن اللهو واستغلال وقت الفراغ في الخير.
فإذا لم يكن هناك ما يشغل الإنسان من جهاد في سبيل الله أو كسب عيش أو عمل خير، فالأفضل له أن يمضي أكثر وقته في بيوت الله، لأنها خير البقاع كما جاء في صحيح مسلم وغيره. ولا يقصد بذلك ترك الواجبات الدينية الأخرى والدنيوية التي تحقق الخير للفرد والمجتمع من أجل دوام الصلاة في المساجد، فهو سبحانه القائل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجبه لزوم أبي أمامة للمسجد في غير أوقات الصلاة بسبب همومه وديونه، ولكن علمه ذكرا يقوله وهو يسعى حتى يحقق الله له ما يريد، رواه أبو داود. ولا يعني فضل التردد على المساجد أن كل من يتردد عليها يكون مكرما عند الله، فإن العبرة بالنية كما نص الحديث، وكم من الناس يلازمونها ولهم أغراض غير مشروعة، كما كان المنافقون أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. والله قد قال في من يعمر مساجد الله، قال: ولم يخش إلا الله. وقال في المرائين بها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي لم يستفيدوا منها شيئا من الأخلاق الحسنة لأنهم لم يحسوا معناها الحقيقي وسهوا عن سر تشريعها، كما قال رب العزة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالخلاصة أن التردد على المساجد لا يمنع مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية الأخرى، وإذا تردد على المساجد يكون ذلك إخلاصا لله، والله أعلم. سيدة تقول: أنا امرأة مثقفة وأحب أن أتفقه في ديني وأتابع الدروس العلمية في مسجد قريب لي وتعقد فيه مرتين في الأسبوع، فماذا أفعل كي أحرص عليها في وقت العادة الشهرية التي تستمر معي 10 أيام؟ الحائض والنفساء ومن عليه جنابة ولم يغتسل يحرم عليه المكث في المسجد، أما العبور فلا حرج فيه، بناء على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه ابن ماجه والطبراني قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، أي فناءه، فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، رواه ابن أبي شيبة. وجاءت روايات تدل على أن الذين كانت تصيبهم جنابة ولا يجدون طريقا إلى الماء إلا المسجد فكانوا يمرون منه. ويؤكد أن المحرم هو المكث فقط وليس العبور ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض،
فقال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني لن تلوث المسجد، لأن يدك التي تتناولين بها الخمرة ليس بها دم. وما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض، والخمرة هي السجادة التي يضعها تحت جبهته عند السجود. فهذه النصوص تدل على حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابة المسجد لسماع درس علم وغيره، فالمكث لذلك ممنوع، والعبور فقط لحاجة لا مانع منه. ولم يجوز مكث الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلويثها للمسجد. والخلاصة أن دخول الحائض والجنب للمسجد والمكث فيه ممنوع ممنوع ما لم تدع ضرورة إلى ذلك، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، نشاهد بعض السائحين يدخلون المساجد القديمة مثل الجامع الأزهر والحسين والرفاعي وغيرها، وبعضهم كتابي والبعض الآخر من الكفار، فهل يسمح لهم بدخول المساجد وهم على نجاسة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. تفيد الآية الأولى أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام في مكة لأنه نجس أو نجس، وهذا رأي إمام أهل المدينة مالك وغيره، وعليه الإمام الشافعي. أما الكتابي وهو اليهودي والنصراني فلا مانع من دخوله، والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله. وقال أبو حنيفة بجواز دخول غير المسلم مطلقا المسجد الحرام والحرم، وحمل نجاسته على أنها نجاسة معنوية، وحمل قربان المسجد على المكث فيه، كما حمل دخول الحرم على الاستيطان، حيث لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، كما في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه أحمد عن عائشة. أما مساجد الحل أي غير الحرم، فمنع أهل المدينة دخولها لغير المسلم أيضا لأنه نجس بنص القرآن، ولأن الآية الثانية تفيد أن الجنب لا يمكث في المسجد وإنما يكون له العبور فقط، والكافر جنب فلا يجوز له المكث في أي مسجد. وفي الحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. ويؤيد هذا ما روي أن أبا موسى الأشعري دخل على عمر رضي الله عنه ومعه كتاب كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر: ادعو الذي كتب ليقرأه. فقال: إنه لا يدخل المسجد لأنه نصراني. فدل هذا على أنه كان حكما معروفا لديهم، وهو رواية عن أحمد. وفي رواية عنه أيضا أنه لا يجوز له الدخول إلا بإذن المسلمين. ويؤيدها أن عليا رضي الله عنه رأى مجوسيا وهو على المنبر وقد دخل المسجد، فنزل وضربه وأخرجه من أبواب كندة، فإن أذن له المسلمون جاز دخوله،
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل أهل الطائف في المسجد قبل أن يسلموا. وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران في مسجد المدينة، ولما حان وقت صلاتهم صلوا في المسجد إلى المشرق، وقال فيهم عليه الصلاة والسلام: دعوهم أي اتركوهم. وقد ترجم البخاري في صحيحه دخول المشرك للمسجد، وأورد حادثة ربط ثمامة بسارية من سواري المسجد النبوي، وكان ثمامة كافرا من بني حنيفة، وعلى هذا الرأي أكثر الأئمة، وقصره الشافعي على الضرورة أو الحاجة وليس بصفة مستمرة، ولعل هذا هو الرأي المناسب للفتوى. قال ابن حجر في كتابه فتح الباري عن هذه المسألة، قال: فيها مذاهب، فعن الحنفية الجواز مطلقا، وعن المالكية والمزني المنع مطلقا، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره، وقيل يؤذن للكتابي خاصة، لكن حديث الباب يرد عليه. وأرى أنه لا مانع من دخول الزوار الأجانب غير المسلمين لمساجد المسلمين إذا كانوا في برنامج سياحي أو لعمل هام، ما دام ذلك بإذن المسلمين، وذلك مراعاة للظروف، واختلاف الآراء فيه رحمة. وننبه إلى وجوب احترامهم للمساجد وعدم التبذل فيها أو عمل شيء لا يوافق عليه الدين، والله أعلم. هل يجوز لأحد من المسؤولين أن يمنع أحدا من الخطابة والوعظ في المساجد؟ تحدث الماوردي المتوفى سنة 450 هجرية في كتابه الأحكام السلطانية، تحدث عن أهمية التدريس والفتوى بالمساجد، ذاكرا حديثا مرسلا رواه الدارمي: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وقال: إن المساجد نوعان، مساجد سلطانية ومساجد عامية أي أهلية، فالأولى رسمية يرعاها السلطان، ولا يجوز أن يؤم الصلاة فيها ولا يعظ إلا من عينه من أهل الخبرة، حتى لو كان غيره أعلم منه، لأن من عينه ولي الأمر نائب عنه، فلا يفتات عليه غيره في ولايته. أما المساجد الأهلية التي لم يعين فيها السلطان إماما، فلمن هو أهل للإمامة والوعظ أن يؤم ويعظ بدون إذن منه إذا رضي أهل المسجد به، اللهم إلا إذا كان المسجد كبيرا وهاما فلا بد من الإذن في ذلك. وذكر الماوردي أن حلقات الدرس في المساجد إن حصل فيها خلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد فلا يعترض عليها، أما في غير ذلك فللسلطان منع من يريد فرض رأيه بعد بيان الحق فيه له. من هذا نرى أن حرية الرأي مكفولة فيما يسوغ فيه الاجتهاد ممن هم أهل له، وأن لولي الأمر رقابة على المساجد الحكومية والأهلية، وله أن يمنع منها ما يثير فتنة محافظة على وحدة الصف وعدم تفرق الجماعة، وأن إمام المسجد هو المسؤول عن ذلك، والله أعلم.
ما موقف الدين من نظافة المساجد وعدم تمييزها بما ينفر الناس عن التردد عليها؟ إن هذه المساجد كما جاء في حديث رواه مسلم لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، وجاء في حديث رواه البخاري ومسلم النهي عن البصاق في المسجد لأنه خطيئة وكفارتها إزالة الأثر. ومن أجل أهمية النظافة للمساجد كان لمن يقوم بذلك أجر كبير عند الله سبحانه، ففي حديث رواه الطبراني أن إخراج القمامة من المساجد مهور الحور العين، وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة بعد دفنها لأنها كانت تقم المسجد، وأخبر كما في رواية الطبراني أنه رآها في الجنة. فليحرص المشرفون على المساجد على نظافتها فثوابهم كبير عند الله، وليتعاون المسلمون معهم على بقاء المساجد صورة مشرفة ومكانا طيبا يغري بالتردد عليها والتقرب إلى الله فيها، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، نحن مسلمون على ملة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فما العبادة التي كان يتعبد بها، ولماذا ذكر اسمه في التحيات دون باقي الأنبياء؟ إن الصلاة كتبت على الأنبياء السابقين كما كتبت على المسلمين، وكذلك الصيام والزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين عبادة الأنبياء السابقين، ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي قال الله على لسانه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إلا أن تفاصيل هذه العبادات لم تعرف كلها على وجه التأكيد، وليست هناك فائدة كبيرة في معرفتها، فكل نبي وكل أمة له وما لها ما يناسبها، كما قال رب العزة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة: الصلاة الإبراهيمية التي يذكر فيها سيدنا إبراهيم، لأن إبراهيم أب لأكثر الأنبياء، فدينه أصل لهم يدعون إليه جميعا ويسيرون على نهجه. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. كما أن الله أنعم على إبراهيم وعلى آل بيته بالرحمة والبركات، فقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فنحن في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ندعو له بالرحمات والبركات كما رحم الله أباه إبراهيم وباركه، ولا شيء في ذلك أبدا، والله أعلم. في الإسراء والمعراج صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جماعة قبل المعراج في المسجد الأقصى، فما هذه الصلاة مع أن الصلاة التي نصليها الآن لم تكن قد فرضت بعد؟ ثبت في صحيح مسلم من طريق ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس ركعتين، كما ثبت أنه صلى بالأنبياء إماما أي بعد صلاة الركعتين. وأنكر حذيفة ابن اليمان
صلاته عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس محتجا بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق، ولكن تعقبه البيهقي وابن كثير بأن المثبت وهم جمهور الصحابة مقدم على النافي. يقول القسطلاني في كتابه المواهب اللدنية وصرحه للزرقاني: اختلف في هذه الصلاة التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء هل هي فرض أو نفل؟ قال بعض العلماء إنها فرض بناء على ما قاله النعماني، وقال بعض إنها نفل. وإذا قلنا إنها فرض فأي صلاة هي؟ قال بعضهم الأقرب أنها الصبح، ويحتمل أن تكون العشاء. وإنما يتأتى على قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل عروجه إلى السماء، وفي النعماني إنما يتأتى على أن الإسراء من أول الليل، لكن قال بعض رواة حديث الإسراء إنه بعد صلاة العشاء. وأما على قول من قال صلى بهم بعد العروج فتكون الصبح، والاحتمالان كما قال الشامي ليسا بشيء، سواء قلنا صلى بهم قبل العروج أم بعده، لأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس مطلقا الظهر بمكة باتفاق، ومن حمل الأولية على مكة فعليه الدليل. قال: والذي يظهر أنها كانت من النفل المطلق، أو كانت من الصلاة المفروضة عليه قبل ليلة الإسراء، وفي فتاوى النووي ما يؤيد الثاني. بعد هذا أقول إن الصلاة كانت مفروضة قبل ليلة الإسراء، وكانت ركعتين أول النهار وركعتين آخرة. وأما التي فرضت ليلة الإسراء فهي كونها خمسة فروض بركعاتها المعروفة، وعليه فيجوز أن تكون صلاة الرسول ببيت المقدس ركعتين تحية للمسجد صلاهما وحده، والتي صلاها إماما بالأنبياء يجوز أن تكون نافلة من صلاة الليل، وقد كانت مشروعة له صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام وجد الأنبياء يصلون عند دخوله المسجد، ولما حان وقت الصلاة أذن مؤذن ثم أقيمت، وقدمه جبريل عليهم بعد أن تبين فضله من واقع ما أثنى به كل على نفسه. ولكن مثل هذه الروايات لا ينبغي التعويل عليها في صورتها الجزئية بعد أن كرم الله رسوله وأخذ على الأنبياء الميثاق إن أدركوه أن يؤمنوا به وينصروه، ومهما يكن من شيء فالخلاف في هذا الموضوع ليست له نتيجة عملية، والله أعلم. ما حكم تارك الصلاة؟ هل يعد كافرا أم مسلما عاصيا؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. النصوص كثيرة في وجوب المحافظة عليها وفي التحذير من تركها أو التهاون فيها، ومن أخطر ما ورد في تركها حديث رواه مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وهذا الحديث يدل بظاهره على ما ذهب إليه من قال إن الإيمان عقيدة وعمل. يقول النووي في شرح هذا الحديث ما ملخصه: تارك الصلاة إن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام،
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعي وجماهير السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهب أبو حنيفة وجماعة من الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يصلي. ثم ذكر النووي حجة القائلين بكفره وهي ظاهر الحديث والقياس على كلمة التوحيد، وذكر حجة القائلين بعدم قتله وهي حديث لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث وليس فيه ترك الصلاة، ومن قال لا يكفر احتج بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فهناك أحاديث أخرى تدل على أن من ترك شيئا من الواجبات كسلا لم يكن كافرا ولن يخلد في النار، والله أعلم. وهذا سائل يقول: صليت ركعتي الفجر وقبل الإقامة لصلاة الصبح قمت لأصلي ركعتين أشغل بهما الوقت، فقال لي أحد الجالسين إن الصلاة قبل الصبح ممنوعة، فما رأي الدين في هذا؟ معلوم أنه إذا دخل وقت الصبح بطلوع الفجر كان المطلوب صلاتين، صلاة الفريضة وهي الصبح وصلاة السنة وهي الفجر التي قال بعض الأئمة بوجودها، وأية صلاة أخرى غير هاتين الصلاتين كالتنفل والقضاء اختلف في جوازها، فكره جماعة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، بناء على حديث رواه أحمد وأبو داود وهو ضعيف، لكنهم أخذوا به لتعدد طرقه فيقوى بها. وذهب الشافعي إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل العذر، لأنه بلغه أن عبد الله بن عباس وغيره أوتروا بعد الفجر، وكما قلنا كثيرا ما دام هناك خلاف في الرأي يجوز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له أو ضده، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، فما المقصود بالبردين ولماذا يدخلان الإنسان الجنة؟ هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، والبردان هم الصبح والعصر لوقوعهما في أول النهار وآخره، والمقصود هو الحث على المحافظة عليهما، فهما الوقتان اللذان تتبادل فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار كما صح في حديث البخاري ومسلم، حيث يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. وليس المراد من الحديث
أن الذي يصليهما ولو مرة واحدة يدخل الجنة، بل المراد التأكيد على المحافظة عليهما، كما قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وكما قال في صفات المؤمنين المفلحين: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن حافظ على هاتين الصلاتين سيحافظ على غيرهما، لأن الأولى تكون بعد النوم والنفس تتراخى عن القيام منه، فمن قام وأداها في وقتها الضيق خشية أن تفوته دل ذلك على عنايته بالصلاة وعدم تهاونه فيها. وكذلك الثانية تؤدى بعد جهد كبير طول النهار، قد يكون طلب الراحة من العمل داعيا إلى إهمالها، فمن حافظ عليها كانت محافظته على غيرها أيسر. وقد نص على أنها هي الصلاة الوسطى التي ركز الله على الاهتمام بها والمحافظة عليها. ومما جاء في التأكيد على هاتين الصلاتين حديث رواه مسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وحديث البخاري ومسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية: فكأنما وتر أهله وماله. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، هذا سائل يسأل ويقول: أعمل في القطاع الخاص وينتهي عملي بعد صلاة العصر، ويمنعنا صاحب العمل من أداء صلاة الظهر ويهددنا إذا صلينا بخصم جزء من راتبنا، فماذا نفعل؟ لا يجوز لصاحب العمل منع أحد من العمال من أداء فرض الله تعالى، سواء أكان صلاة أم غيرها، ما دام أداء الفريضة ممكنا في وقت العمل وغير ضار به. فإذا جاء وقت الظهر مثلا، ووقته معروف يمتد حوالي 3 ساعات إلى العصر في قصر الصيف، فصلاة الظهر تقع أداء في أي وقت من هذه الساعات، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من واقع بيان جبريل له. وإن كانت المبادرة بأدائها في أول الوقت أفضل للحديث الوارد في ذلك. فإذا أمكن للعامل أن يصلي الظهر في وقتها حاضرا قبل العصر، سواء أكان في أثناء العمل أو بعد الانصراف منه، وليس في ذلك ضرر للعمل، لم يجز لصاحب العمل أن يمنعه من الصلاة. أما إذا كان أداء العامل للصلاة يضر بالعمل فلا بد من إذن صاحب العمل، فإن أذن فبها ونعمت، وإن لم يأذن جاز للعامل تأخير صلاة الظهر حتى يصليها مع العصر عند الانصراف من العمل، وذلك على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. ومثل ذلك إذا كان صاحب العمل متشددا وهدد العامل بالفصل أو بخصم جزء من أجره يتضرر منه إذا ذهب إلى الصلاة، جاز جمع الصلاتين جمع تأخير. ولي رجاء حتى تكون العلاقة طيبة بين صاحب العمل والعاملين أن يقتصر العاملون على أداء الصلاة في أقل وقت، وألا ينتهزوا فرصة ترك العمل للصلاة لقضاء بعض مصالحهم أو تضييع بعض الوقت في راحة أو تناول طعام أو شراب مثلا، فإن الوقت ثمين وصاحب العمل يعطيهم الأجر على كل الوقت المخصص للعمل، ومن حقه أن يستوفي منهم العمل كاملا في كل الوقت. لكنه إن كان طيبا
يسمح ببعض الوقت للصلاة فلا يجوز أن يكون هناك ضرر لأحد الطرفين، والتفاهم ورقابة الضمير والإحساس بحاجة الوطن والأمة للعمل وزيادة الإنتاج، كل ذلك يساعد على تعاون الطرفين على الخير المشترك. وصاحب العمل إذا علم أن أداء الصلاة ومثلها طاعة الله تساعد على إخلاص العامل في عمله وعلى إتقانه وإجادته، سيسمح بسخاء نفس ببعض الوقت لأداء الصلاة، وبالتالي ينبغي أن يشكر العامل صاحب العمل على ذلك، وأن يرد له المعروف زيادة في الإخلاص في العمل واستغلال كل الوقت للإنتاج المثمر الذي ينتفع به الجميع. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فما الصلاة الوسطى ولماذا المحافظة عليها بوجه خاص؟ اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى على 10 أقوال، وهي موجودة في كتب التفسير. ومن أصح الأقوال أنها صلاة العصر، وعليه جمهور الفقهاء محتجين بأحاديث رواها مسلم وغيره، ومنها حديث الترمذي الذي قال إنه حديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وسائر الأقوال أدلتها استنباطية وليست منصوصة، ولهذا قال ابن عمر والربيع بن هيثم: إنها غير معينة، خبأها الله في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان وساعة يوم الجمعة وساعات الليل التي يستجاب فيها الدعاء. روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية وهي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل: هي إذن صلاة العصر. قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى. وقد ارتضى القرطبي في تفسيره أنها مبهمة لتعارض الأدلة ولعدم الترجيح، فلم يبق إلا المحافظة على جميع الصلوات وأدائها في أوقاتها. والله أعلم.